الواحد ما ينفعش يجي روما غير لما يدخل المحل المخصوص اللي فيه كل حاجة أصلية لفريق اي اس روما. طبعا عرفتوا ده الرمز بتاع روما اللي هو الولدين الاخوات اللي كانوا بيرضعوا من الديب. هنشوف مع بعض كده محل اي اس روما الأصلي عامل ازاي. صراحة طبعا اسمه موجود هنا قبل كده. كل حاجة هنا اصلي من اول الشراب لغاية اي حاجة تبع اس روما. بنطلون زي كده والجاكيت بتاعه. قصة إيس روما. انا بعشق الكافيه ده بقى. لسه لغاية دلوقتي بيهتموا بتوتي عندهم ده يعني معبود الجماهير. دي اللبس اللي ضد المطرة وضد المية، تلبسه وتلعب في المطرة ولا نقطة مطرة تنزل لك. حتى البرانس هنا اس روما عشان الناس المجانين الكوره يبقى بيلبس بورنوس في بيته بعد الحمام بتاعه اس روما. بص المنظر. هنا التيشيرتات، تختار التيشيرت اللي انت عايزها المقاس بتاعك اصلي اخر موديل ويكتبوا لك اسمك عليها بالرقم اللي انت عايزه. واو. الهدايا التذكارية بتاعت روما. واو. لو انت عندك كارت بتاع اللي هو انت مشجعين روما بتاخد ديسكاونت هنا في المحل. يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم في محل اي اس روما الاصلي هنا في روما. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. طبعا
تابعونا صفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب، تعالوا كده عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتنا على انستغرام فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. بيجي روما لازم يزور المحل ده في وسط روما. اشوفكم على خير ان شاء الله في حته ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.